زيارتنا اليوم لسماحة مفتي الجمهورية هي لتهنئته بشهر رمضان المبارك. كانت الزيارة فرصة للحديث عن كل الأوضاع اللي عم يعاني منها الشعب اللبناني ابتداء من الحرب الإسرائيلية على الجنوب والبقاء، مرورا بالأوضاع المعيشية والاقتصادية اللي عم يعاني منها اللبنانيين، وصولا للفراغ بالمؤسسات اللبنانية ولا سيما الشغور بسدة الرئاسة الأولى. وضعنا كتكتل اعتدال الوطني سماحته بأجواء المبادرة اللي أطلقناها والإيجابية اللي رافقت بداية هذه المبادرة والعقبات اللي عم نواجهها أو العقد اللي عم تواجهها هذه المبادرة مؤخرا، وأكدنا لسماحته أنه نحن نعمل تحت كنف هذه الدار ومع كل الوطنيين بهذا البلد على معالجة هذه العقد اللي عم تواجه هذه المبادرة، على أمل الوصول إلى النقطة المرجوة من خلال اجتماع النواب تحت كنف المجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. شددنا على أنه هذه الدار هي مش بس مرجعية روحية للطائفة السنية، إنما هي مرجعية وطنية وصمام أمان للسلم الأهلي في لبنان. أين تكمن هذه العقبة؟ وين العقبة؟ خلينا نأكد على شغلة كتير مهمة، إنه هذه المبادرة بالمضمون أخذت موافقة أغلبية الأطراف اللبنانية. طبعاً العقد بلشت تظهر من لما بلشنا نحكي بالآليات والشكليات وما إلى ذلك من نقاط، ولكن نحن منا شايفين أنه هذه التفاصيل لحتمنع سعينا واستمرارنا بتحركنا لإنهاء هذا الشغور، ولحتى تكون هذه الكتلة اللي طالما كانت خارج الاصطفافات تكون اليوم نقطة التقاء بين كل اللبنانيين من خلال هذا اللقاء التشاوري اللي لازم يحصل تحت كنف المجلس النيابي، ويؤدي بطبيعة الحال إلى الذهاب إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية من خلال ممارسة النواب لواجبهم الدستوري. خلينا نأكد اليوم وجودنا عن سماحة المفتي اليوم، والدفع اللي أعطانا إياه سماحة المفتي اليوم، وأكيد الدعم اللي تلقته المبادرة من خلال الدعم المجموعة الخماسية وغبطة البطرك ومجلس المطارن الموارني، واليوم هذا الدعم اللي أخذناه من سماحة المفتي بيأكد على أنه هذه المبادرة مستمرة، ونحن مرتكزين بهذه المبادرة على كل الرجال الوطنيين اللي هن فعلا هدفهم خدمة الوطن وخدمة اللبنانيين وانتشال اللبنانيين من هذا الحرمان ومن هذا الواقع الاقتصادي اللي عم يعيشوه. فترة زمنية لهذه المبادرة تخلص، هذه المبادرة فترة زمنية. نحن هلأ ما بدنا نفوت بالوقت وتحديد الوقت، خلينا نقول إنه هذه المسائل اللي عم نقوم فيها مستمرة، ونحن متأملين خير إن شاء الله، وإن شاء الله هذا الشهر الكريم بيكون كريم على اللبنانيين، وبيكون هذا الشهر عم يحمل بشرة سارة لكل اللبنانيين بإنهاء هذا الشغور بسدة الرئاسة الأولى.